ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد عمر محمد. عمر، ماذا لديك من تفاصيل حول إصدار هذا الكتاب؟ هل هناك إقبال على شرائه؟ أهلا بك. طبعا ما يفسر الإقبال، أيضا هناك كانت يعني نسخ مقرصنة لهذا الكتاب بسبب زيادة عدد المبيعات، عدد النسخ المباعة من هذا الكتاب والمطلوبة. على سبيل المثال أنا قدمت لشراء هذا الكتاب وسأستلم الكتاب بعد 10 أيام من الآن عبر وسائل البيع الإلكتروني. هذا الكتاب أيضا سيكون واحدة من الأدلة التي ستطرح في قضية إقالة ترامب لدى الكونغرس الأمريكي، والديمقراطيون اليوم يطالبون بأن يكون جون بولتون المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي شاهدا في هذه القضية. لا نعلم إذا كان بموسوع هذا الكتاب أن يؤثر على عملية الاستجواب التي تجري في الكونغرس وقضية إقالة ترامب، لكنه حتما سيؤثر على القاعدة الجماهيرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشقها الجمهوري، خاصة إذا ما علمنا أن جون بولتون هو من المحافظين الجدد ويملك رصيدا، دعيني أقول، لا بأس به من التأثير على القاعدة الجماهيرية بالنسبة للرئيس الأمريكي في انتخاباته القادمة في نوفمبر 2020. إذن مراسل الغد من واشنطن عمر محمد، شكرا جزيلا لك.